كيف وصل الحال بالسوريين إلى هذا الحد؟ ومن صاحب فكرة المتاجرة بمعاناة وآلام أصحاب الحاجة بهذه الطريقة؟ وهل تتدخل السلطات لتوفير البديل بعد انتشار الظاهرة بشكل سريع؟ ظاهرة لم تكن في الحسبان، فرضتها الأوضاع القاسية على السوريين، لجأوا لها بعد انقطاع السبل وتكرار المعاناة اليومية دون حلول ملموسة. لقد طالت كل الفئات. ما القصة؟ مهنة جديدة انتشر نشاطها في مختلف مناطق سيطرة النظام في سوريا. إنها ظاهرة عروض شحن الهواتف والحاسب المحمول مقابل المال التي أفرزها تفاقم أزمة الكهرباء وبرنامج التقنين اليومي المستمر الذي أثر على حياة ملايين السوريين دون وضع حد لموعد انتهاء الأزمة. تسبب برنامج التقنين الطويل في لجوء معظم المواطنين وخاصة الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بداية من الإعدادية ومروراً بالثانوية ووصولاً إلى الجامعيين، إلى محل بيع الهواتف الخلوية ومستلزماتها لشحن جوالاتهم وأجهزة حواسيبهم المحمولة بمقابل مادي. اضطرتهم الحاجة الملحة لمتابعة شؤونهم اليومية والدراسة والتحضير للامتحانات إلى القبول بطلبات أصحاب المحلات ودفع المبالغ المطلوبة دون نقاش، مهما كانت المغالاة في أسعار الخدمات المطلوبة. لقد بلغت أجرة شحن الجوال نحو 1000 ليرة سورية، والباور بانك 2500 ليرة، والحاسوب المحمول وصلت تسعيرته إلى 2000 ليرة. يقول صاحب محل بيع جوالات بحماه إنه يمتلك منظومة طاقة شمسية، ومحله أصبح مقصداً للطلاب الذين يرغبون في شحن جوالاتهم والحواسيب، يتركونها في المحل ويعودون بعد ساعة أو ساعتين لأخذها مشحونة بالكامل. الأجور تعد زهيدة ومناسبة للطلاب الذين يراعي أوضاعهم وظروفهم حسب ظنه، فهو يرى أن تسعيرة 1000 أو 2000 ليست مبلغاً جديراً بالذكر قياساً بسعر أي مادة بالسوق، فسعر قطعة البسكويت نحو 3000 ليرة وكيس البطاطا بنحو 5000 ليرة. وأما عدنان المحمد وهو صاحب محل آخر أقر بأنه كان يشحن جوالات الأصدقاء والمعارف مجاناً في بداية الأمر، ولكن مع تهافتهم المتكرر على الشحن ولدت فكرة الشحن بالأجر لهم ولغيرهم ممن يرغبون في ذلك. وتظل تتفاقم الظاهرة في ظل معاناة يومية مستمرة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تعاني تردياً في الواقع الكهربائي وغياب برنامج تقنين منظم. لقد وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي لأكثر من يوم. ولم تقدم الحكومة حلولاً جذرية لأزمة الكهرباء، إذ يبلغ الطلب على الكهرباء حالياً بين 6 و7000 ميجاوات، في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميجاوات. وربما مع استمرار الوضع وتفاقم الأزمة قد يغير أصحاب المحال رأيهم ويتجهون إلى زيادة تسعيرة الشحن في ظل تراجع الموقف الاقتصادي المستمر وعدم القدرة على السيطرة على التضخم. ويبقى السؤال المطروح الآن هو ماذا سنرى في الأيام القليلة المقبلة من مهن جديدة مع تردي المعيشة وسوء الأوضاع يوما تلو الآخر دون حلول مناسبة؟